حاج محمد مصلحي حاجه جميله جدا 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 ايضا، والعلاقات الطيبه ما بين الناديين الكبيرين الحقيقه حاجه محترمه جدا ايضا. وصول اتوبيس النادي الاهلي الى ملعب المباراه، ملعب استاد القاهره، حاجه بنفخر بيها جميعا. هذا الاستاد الرائع والشكل الرائع اللي احنا بنشوفه دائما داخل استاد القاهره، تتوالى او يتوالى خروج اللاعبين من الاتوبيس الى غرف خلع الملابس، وحركه سريعه هو نسي الشنطه او الشنطه مسكت في الاتوبيس وهو نازل، مفيش اي مشكله، كل الامور بتعدي. بقيه اللاعبين او اللاعبين بقى دلوقتي رايحين المباراه، هشام محمد طبعا لاعب نادي الاهلي السابق، وبقيه اللاعبين اسلام جمال، ايمن اشرف طبعا، اسلام جمال لاعب نادي الاتحاد السكندري، ايمن اشرف نجم النادي الاهلي، وبقيه اللاعبين احمد فتحي وحسين الشحات، وكل اللاعبين متجهين الى ارض او غرف خلع الملابس. طبعا صبري رحيل طبعا نجم النادي الاهلي السابق، حاجات جميلة جدا. وهو ده زي ما بقول لحضراتكم دايما، الحاجات الجميلة دايما بنشوفها ما بين الفرق المحترمة، ناديين الكبيرين، جمهور نادي الأهلي مع جمهور نادي طبعا مانجا لاعب نادي الأهلي السابق ولاعب نادي الاتحاد السكندري الحالي، حاجات جميلة جدا وحاجات جميلة جدا وحاجات كويسة جدا زي ما حضراتكم شايفين. هو ده اللي دايما احنا بنشوفه، هو ده اللي احنا دايما حابينه، هو دايما اللي ده بيدعو اليه النادي الاهلي دائما. مروان محسن اهو على غرف خلع الملابس، ايضا مجدي قفشه، كل اللاعبين بيتجهوا الى غرف خلع الملابس لبدايه المباراه او لبدايه الاول طبعا، التجهيز ما قبل المباراه، اللي عايز يسخن بقى التسخين والتدليك الخفيف اللي قبل المباراه، بعد كده اللبس، وبعد كده ان شاء الله ينزلوا يسخنوا بلبس التسخين. وزي ما حضراتكم شايفين الروح الطيبه ما بين كل اللاعبين وما بين لاعبي نادي الاتحاد السكندري طبعا، صبري رحيل ومكي طبعا احد اصحاب المهام الصعبه الحقيقه في الجهاز النادي الاهلي. حاجه جميله جدا، انا مستمتع الحقيقه واحنا بنشوف هذه الروح الطيبه ما بين متصدر الدوري العام المصري و تاني الدوري المصري حتى هذه اللحظة، لأن هناك علاقة كبيرة وعلاقة هامة جدا وعلاقة محترمة جدا ما بين نادي الاتحاد السكندري وما بين نادي. من الواضح، أنا بقول لكم اللقطة دي بتقول إن وليد أزارو ممكن يلعب، معرفش بقى يعني هل ده هيحصل ولا مش هيحصل. حتى هذه اللحظة لم يخرج التشكيل الرسمي للنادي الأهلي، ولكن لقطة إن أحمد فتحي ياخد وليد كده يقول له تعالى عايز أقول لك حاجة، من الممكن جدا ان احنا نشوف، ان معرفش يعني دي حاجه او احساس كلاعب، يعني ممكن احمد عايز يقول لوليد